النهارده عندنا اخبار كتيره يا كابتن هاني، اخبار كتيره واكيد اخبار تهم نادينا العظيم النادي الاهلي. خلينا يعني نبدا بطبعا كان النهارده موجود وفد من نادي الهلال السوداني بيقدم واجب العزاء في وفاه الراحل السيد العمري فاروق، والكابتن الخطيب طبعا بيشكر، وكان في استقبالهم الحقيقه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي استقبلهم النهارده في نادي الاهلي بالجزيره، وكان متواجد وفد من نادي الهلال السوداني على راسه طبعا هشام السباط رئيس النادي، وكان مجموعه الحقيقه كبيره جدا من اعضاء مجلس الاداره والقيادات التنفيذيه والرياضيه في النادي الشقيق موجودين في النادي الاهلي اللي حرصوا اكيد على تقديم واجب العزاء في وفاه السيد الوزير العمري فاروق ربنا يرحمه. وكابتن الخطيب اكيد كان في استقبالهم، وعبر الحقيقه الكابتن محمود الخطيب عن خالص تقديره للزياره ورئيس نادي الهلال والوفد المرافق ليه، ويعني دي العلاقات الطيبه دايما. النادي الاهلي الحقيقه عنده علاقات طيبه مع كل الانديه سواء على المستوى المحلي او على المستوى الافريقي، يعني والزياره دي الحقيقه بتعكس العلاقات التاريخيه ما بين النادي الاهلي والنادي الهلال السوداني، ناديين كبار جدا جدا، العلاقه اللي امتدت عبر عقود كبيره جدا جدا. والحقيقه اكد الجميع كابتن هيثم على امكانيات النادي الاهلي في يعني اللي بتدعم نادي كمان الهلال، وان النادي الاهلي وكابتن الخطيب قال لرئيس النادي والبعثه الموجوده ان الاهلي جاهز لتلبيه اي متطلبات خاصه الحقيقه بالاشقاء، ودي الروح الجميله اللي تسود دايما او النادي الاهلي الحقيقه يعني عنده علاقات طيبه كتيره جدا جدا ما بين الانديه سواء الانديه المصريه او الافريقيه او حتى خلاص حتى دلوقتي العالميه من خلال كاس العالم للانديه يعني. وخليني اقول لحضرتك حاجه كابتن هاني، حاجه ملفته للنظر النهارده ان زياره طبعا وفد نادي الهلال ما كانش مقتصر على رئيس النادي فقط، النهارده وفد كبير من مجلس الاداره والاداره التنفيذيه كانوا موجودين، يعني معنى كده انه يعني كان وفد رسمي يعني قادم لهدف الزياره، ومش يعني حاجة عابرة، لا زيارة كانت مترتب لها وزيارة جاية بوفد كبير، فأكيد ده بيدل قد إيه طبعا عمق العلاقة الكبيرة وكل الحب اللي بيربطنا بيننا وبين نادي الهلال وكل الأندية الحقيقة السودانية. وطبعا يعني كابتن الخطيب أكد إنه يعني أول ما يعني الظروف تتحسن يعني إن شاء الله أكيد هيرد الزيارة أو هيكون في زيارة طبعا لنادي الهلال السوداني. وزي ما بقول لحضرتك كمان يعني يمكن معالي الوزير عمرو فاروق علاقاته الطيبة كانت ممتدة عبر الحدود، يعني كان كل المباريات اللي بتجمعنا بالأشقاء سواء الأفارقة أو العرب كان معالي الوزير عمرو فاروق بيكون متواجد.